يعني هذا كله في بيان السنة. السنة هي التي بينتها في محرمات الطعام. وقال الله لنبيه: كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. قال: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله في الآية، وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي سنة النبي. شوف، قال إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية، فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. ولا يقال، هذا قاعدة، ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. يعني ما صاغه العلماء وقالوا لا تخصيص إلا بدليل. ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. ويحتمل قول الله: كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. يعني كأن هذا خرج جوابا عن سؤال أو بيانا لحالة سألوا عنها فقال: لا أجد محرما إلا هذه الأربعة. ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا لم يذكر في الآية. أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وهذا يحتمل أيضا، يحتمل أن السباع أكلها حرام، أكل كل ذي ناب، فكل مضاف إليه لكنه في معنى المفعول، كوننا نأكل حرام لا نأكل السباع. ويحتمل أن يكون معناها مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، موافقة لقوله تعالى: وما أكل السبع، أي مأكوله. وهذا محل خلاف بين العلماء، لكنه يريد أن يبين. نعم، تمسك بالآية أم يأكل مفضل الحديث؟ من تمسك بالآية، هو الآية، لا أنا لا أريد أن أوسع أكثر مما يقصده الإمام أو يبين الموضوع الذي يكلمنا فيه الإمام، حتى لا تتشعب المسائل علينا وتختلط الأمور. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، أي في ذلك الزمن، في نفس، في وقت تنزيل الآية. أقول أنا ليس معي الآن إلا 10 جنيهات، لم أقل الآن ليس معي إلا 10 جنيهات،
وبعد ذلك بيوم وجدت معي 100 جنيه. فهل يختلف هذا يختلف مع الكلام الأول؟ يتعارض؟ لا يتعارض، لأن ليس معي أي في اللحظة التي أتكلم فيها. ففي وقت تنزيل الآية لم يكن محرما إلا هذه الأربع، ثم حرم بعد هذا. والله سبحانه وتعالى يحدث من في دينه وشرعه وفي أحكامه ما يريد في الوقت الذي يريد. قل لا أدن، فلم يكن محرما في ذلك الوقت إلا هذا، ثم بعد ذلك حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه من الطير. من هذا جزء، لأن التعارض يشترط فيه اتحاد الزمان بين المتعارضين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع في وقت نزول الآية؟ في لحظة نزول الآية لم يكن. فهذا وجه. والوجه الثاني ما أشار إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنهم كانوا يسألون عن شيء فقال لا أجد محرما فيما يأكلون مما يأكلون من الموجود، فقال لا أجد محرما إلا هذه الأربعة، لا أجد محرما إلا هذه الأربعة، وقد يوجد محرمات إيه؟ محرمات غيره مما سألتم عنه. هم سألوا عن أشياء، فقال المحرم في هذه فيما سألتم عن هذه الأربعة. فسألوا عن 5 عن 10 أشياء، قال لا أجد إلا محرما إلا هذه الأربعة مما سألوا عنه. ثم قال فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. ولم يذكر شيئا تجتنبه المعتدة، شيئا تجتنبه، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب، يعني بنص بدلالة الكتاب. وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره من الطيب والزينة والخروج مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب، قال من طيب وزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم بالسنة. احتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها، بينت عن الله كيف إمساكها، كما بينت الصلاة والزكاة والحج. واحتملت أن يكون رسول الله سن فيما ليس فيه نص حكم لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.